مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله صيامكم وقيامكم. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأخيرة من المرحلة الأولى. الليلة مشاهدينا سنكون على موعد مع أهل القرآن الذين زرعوا اسم الله في رحلتهم فسقاهم من أسراره، موعد وبسملة وجناح يجرف الخوف والحزن ويعطر كل زاوية وضلع، يفتح في القلب شبابيك ضياء وتراتيل هوى وتيارات شوق. أرحب أجمل ترحيب بلجنتنا التحكيمية الدكتور الشيخ باسم العابدي من العراق، حياكم الله. حياكم الله وشكرا لكم. من الجزائر الأستاذ عمر بوسعدة، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبياكم أخي العزيز محمد. من الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد كريم موسوي، أهلا وسهلا بكم سيدنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم حبيبي محمد. من العراق السيد حسنيين الحلو، حياكم الله سيدنا. أهلا ومرحبا بك وتحية طيبة لكل الجمهور الكريم. ومن مصر العربية الشيخ محمد فهمي عصفور، أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك وبارك بعمرك حبيبي أستاذ محمد، حياك الله. ومن سوريا الأستاذ عماد رامي، حياكم الله أستاذ عماد. حياكم الله أخي الكريم، بارك الله فيك. وقبل الشروع بالمنافسة نبدأ بتلاوة آيات بينات من الذكر المبارك المجيد، ننصت إليها خاشعين بصوت القارئ حسين شلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. استجير بالله. نعم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
لطيف يا لطيف. اللهم اجعلنا من الزمرة الثانية. آمين يا رب. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا رب يا رب يا رب. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. الحمد لله. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. من بوابة الإنشاد الديني دخل إلى عالم تلاوة القرآن الكريم ليحصل على إجازة من وزارة الأوقاف السورية. المتسابق من سوريا إياد مهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدين الكرام. المفاضلة في الجمال حيرة ما بعدها حيرة. نعم، في دقائق عشناها مع المتسابق إياد مهرة من سوريا. شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة، ومنكم أنتقل إلى الشيخ محمد عصفور. لكم الكلام فضيلة الشيخ. وحيا الله الأخ الكريم إياد مهرة. حياكم الله. ما شاء الله القراءة جدا رائعة. الحمد لله، بارك الله فيك. وتجويديا صراحة يعني من جهة الأحكام شيء رائع يعني. وملاحظاتنا
تكاد لا تذكر يعني. لا عجب أبدا، لأنه أهل سوريا أهل الإقراء وأهل التعليم ما شاء الله يعني. تعلمنا منكم كثيرا. صفي الله أنتم مشايخنا. الله يسلمكم حبيبي. حياكم الله ما شاء الله. أسأل الله دوام النعمة عليكم يا رب. اللهم أمين. حياكم الله. سيدنا أكو هنالك حديث لطيف وودي مع أستاذ. والله أنا بالنسبة لي إذا الدور اللي فما يعني عندي كلام بقدر ما أحييه، لأنه يأتي من أرض دفنت فيها أخت العميد. سلام الله على سيدتنا زينب سلام الله عليها. وأترك الحديث نعم بإنشاد بالنيابة عني. نستمع. نعم درامي. أستاذنا أنا أول شيء بدي أسلم على أول مرة أول شيء بدي أسلم على ابن بلدي. الله يبارك فيك أستاذ. حياك الله. وشك أبيض بيضت لنا وشنا. الحمد لله. الله يبارك ما شاء الله. الله يسلمك. الحمد لله. وأنا بعرف متوسم هذا الشيء فيك إن شاء الله، وإن شاء الله بتنتقل للمرحلة القادمة وبتجيب نتيجة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ممتازة. الله يبارك فيك الله. إيه. فأنا راح أهديك قصيدة هي عن القرآن. قديمة ما بعرف إذا حدا بيعرفها وبشاركني فيها ما بعرف. سيد كريم يشاركك. ما أظن تعرفها. هتكون الشاطبية. يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، كل العوالم تهفو لنورك الرباني، كل العوالم تهفو لنورك الرباني. الله 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 ما شاء الله. شكرا جزيلا لكم. نعم إياد مهرة من سوريا مثلت الله. سوريا خير تمثيل. الحمد لله. أسأل الله لكم العافية. شكرا جزيلا لكم. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لكم. الله شكرا. تفضل. السلام عليكم. بعد اكتشاف أستاذه لموهبته عمل الأهل على رعايتها ومواكبتها لينضم أحمد إلى صفوف المتدربين في عدة مشاريع قرآنية. عن فئة أحبتنا الأطفال أحمد حسن حمزة من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا وامتاز اليوم أيها المجرمون.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل من هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون صدق الله العلي العظيم. طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، استمعنا لتلاوة طيبة للقارئ أحمد حسن حمزة من العراق، بارك الله بكم يا أحمد. انتقالة إلى السيد كريم موسوي. سيدنا تفضل. أنا خلي أقوم له يعني يسوى القومة هذا. الله عليك، الله عليك يا سيد. الله عليك. هاي القومة إلك، الله يحفظك. يعني شأنك يا سيد. الله يسلمك. الله يسلمك. سيدنا. حبيبنا الله يحفظه إن شاء الله والله يستره أحمد. أولاً معلوم ماخذ دورات. نعم نعم. يعني شايف دورات تنقيمية وهذا من خلال تلاوة تنبينه. فشكرا على جهوده وشكرا على جهود من رتب هذه الدورات العتبة العباسية أو غيرها، الله سبحانه وتعالى أكيد. إن شاء الله يعلي شأنهم يا رب العالمين. وأنا أقول له فرشي، أنت إن شاء الله مستعد لتكون قارئا محترفا بإذن الله. إن شاء الله الله يحفظك ويعلي شأنك يا رب. الله يعزك. الدكتور باسم العابدي تفضل. بارك الله بك، الله يحفظك إن شاء الله يا عزيزي أحمد. قراءتك كانت جميلة وجيدة، إن شاء الله أنت حينما تقرأ تتوجه للمعاني، ها أحمد صحيح؟ إن شاء الله إن شاء الله. تفهم الكلمات والدلالات. إن شاء الله. فوردت في تلاوتك كلمة جبلة، تعرف كلمة جبلة شنو معناها؟ يعني العدد الكثير. خلقا كثيرا. أي أي نعم. يعني. جزاك الله خير، أحسنتم. الله يسلمك. وإن شاء الله لك مستقبل جيد. بالمواظبة والمداومة والارتباط بالنص القرآني ومعرفة دلالاته إن شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. الأستاذ عماد رامي تقييمكم. حياك الله أخي أحمد. الله يحفظك. يسألك سؤال، أنت النغمات اللي قلتها اليوم اللي اتطرقت لها يعني الفروع، أنت عندك علم أنه عم تقول مثلا الأثر كرد أو عم تقول أي نعم مثلا النكريز، عندك علم؟ عندي علم بالمقامات. نعم. عندك علم؟ نعم. يعني مو صدفة يعني كان؟ لا لا، إذا كان عندك علم فهذا يبشر بمستقبل إن شاء الله. إن شاء الله زاهر بإذن الله. الله. إن شاء الله. صوت جميل وخامات خامة ظريفة وزخارف رائعة وعرب جميلة. الله يسلمك. إن شاء الله ربي بيكتب لك التوفيق. إن شاء الله إن شاء الله. عمر لكم الكلام. ما شاء الله ابني أحمد حسن حمزة كنت رائعا
وأديت أداء لكبار القراء، يعني كنت لم يخفك ذلك المكان ولا أعضاء لجنة التحكيم، وإنما كنت تقرأ براحة وكنت تقرأ على السليقة كما يعني تعودت وتعلمت، فلذلك لم يظهر التكلف ولا التصنع في أدائك، وهذا الذي لمسناه منك فقط ملاحظة انتبه إليها إن تأهلت للدور المقبل إن شاء الله تعالى، هو الضغط على الحروف، فإن الضغط على الحروف يولد الشدة، فلذلك عندما تضغط على الحرف فانتبه فربما يضعف الحرف ويكون مشددا، وكذلك الراء ضع لسانك في المخرج من رب الرحيم حتى تظهر الراء وتكون بائنة واضحة، وبقية تلاوتك كانت رائعة وسليمة وبارك الله فيك إن شاء الله. الشيخ محمد عصفور تقيكم، حياك الله حبيبي وحيا الله الكريم ابننا أحمد حسن. طبعا لا أستطيع أن أزيد أو أزايد على أساتذتي فيما قالوه، وما شاء الله أستاذنا سيد حسنين وسيد كريم تكلموا في المقامات والصوت، وشيخنا الكريم تكلم في العبارة وفي المعاني، وأستاذنا دكتورنا تكلم في الحروف، ألا إن كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام يقول ألا إن في القرآن عبارة وإشارة ولطائف وحقائق، أما العبارة فللعوام، وأما الإشارة فللخواص، وأما اللطائف فللأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء، فكل ما ذكر هو في العبارة. وأنا أتمنى منك ونصيحتي لك أن تأخذ كل ما ذكر بعين الاعتبار كخطوة من الانتقال من العبارة إلى الإشارة ثم إلى اللطيفة ثم إلى الحقائق. إن شاء الله نكون عند حسن. خذها طريق وضع يد يعني قدمك على أول الطريق إلى أن تصل من الواحد إلى العشرة، كما يقول الإمامنا الصادق إن الإيمان عشر مراتب، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والوصول إلى ذلك. الله. بارك الله بك. ختاما السيد حسنين. شكرا لك أستاذ محمد، أنا كلش زعلان من أحمد. أولا دخل من غير استئذان إلى قلبي وسرق الفكر والله، ويعني أنا قليل أبكي تدري بي يا أحمد، بس أنت اليوم بكيتني يعني سويت شغلات مال كبار بابت. أكو ملاحظات موجودة، وإن شاء الله تسمع كلام أساتذتك وتطبقها، والأساتذة اللي تفضلوا والآن بملاحظاتهم، لكن الجمل النغمية اللي أديتها باباتي هذه مال كبار، فأنا أهنيك وأهني أهلك اللي ربوك على هذه. الله يسلمك، شكرا لك يا حبيبي. ينتزعون المدح انتزاعا بلا شعور، أحسنتم يا أحمد، وأسأل الله إن شاء الله أراك في المرحلة المقبلة. بارك بوسة الله. بوسة هذا يسوى البوسة، بوسة والحضن أيضا. أحسنت، أحييه بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. أحسنت، مثلت العراق خير تمثيل، كل التوفيق إن شاء الله. تفضل مشاهدين الكرام، حياكم الله، فاصل ونواصل، كونوا معنا. تجربة قاسية عاشها كرار، إلا أن القرآن الكريم كان له خير رفيق في رحلة الصبر تلك. نتعرف على قصة كرار علي راضي. لو الواقع كنت أعاني من التهاب الحبل الشوكي مما أدى إلى شلل نصفي تام، أقعدني عن الحركة ما يقارب حوالي سنتين. كان القرآن هو السند الوحيد لي في هذاك الوقت، رغم كل الحالة اللي أعانيها، عدم المقدرة على المشي وعلى الحركة أيضا، لم أترك تلاوة القرآن، كنت أشارك دائما في المجالس المحافل القرآنية. يعني كنت في ذيك الأيام دائما كنت أقرأ الآيات، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فحقيقة من أقرأ هاي الآيات يعني أقول أيوب هواي صبر سنوات عديدة، بعد ذلك بعد الصبر الله أنجاه، فلا بد يعني يجي يوم وينتهي هذا الألم، والحمد لله بعد ذلك الصبر أتى الفرج. طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام، نحيي كرار علي راضي. الله يحييكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم في شهر رمضان كريم. الله يبارك بكم، علينا عليكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لانضمامكم. الله يبارك بكم. أترك الحديث للجنة التحكيم.
شكرا جزيلا يا هلا محمد لخدمتكم وحيا الله كرار وكل الله يحيي سيدنا العزيز جزاكم الله خير. ما نترك الحديث ايضا للجنة التحكيم. تفضل استاذ. كررت جعلت من محنتك منحه بلي. نعم. فحولت هذه المحنه الى منحه. نعم. وحقيقه كانت منحه ان هداك الله للقران الكريم وفقك. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. فالمعنويه اكيد تكون مرتفعه مع القران الكريم ان فيه الشفاء والنور والهدايه وفيه التوفيق. فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه ان اخذك لجانب القران الكريم حتى يشفيك ويشفي روحك ويشفي جسدك. فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وهو شيء اخر يمتاز به كرار وهو انه تعلم من القران كيف يكون خلوقا. صاحب خلق راقي واقعا. انا امر عليه وكان في شكله في ادبه في تعامله هذا اخلاق القران. هنيئا لك هنيئا لك يا شيخ. تربيتهم كلهم يجي شيخنا اذا ملتقي ببقيه اخواننا. طبعا اخوه قارئ العتبه العسكريه المقدسه حيدر وبقية إخوانا أيضا من القراء. يعني هذه الأسرة المباركة حقيقة نفخر أن نكون بجوارهم ونتشرف أيضا بحضورهم في هذه الأماسي القرآنية. سيدنا ما نسمع شوية. لا نسمع يلا. خلي شوية أول بعدين أنت بترد علي. يلا راح أقول لك هيك قصيدة عن القرآن. نعم. على القرآن ربينا وبالإيثار غزينا. على القرآن ربينا وبالإيثار وذينا. ودين الله غايتنا سواه لا نرى دينا. ودين الله غايتنا سواه لا نرى دينا. وعينا شرعا وعملا فما يرضيه يرضينا. فما يرضيه يرضينا. أهل بيت أهل بيت طهروا من دنس. أهل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أسمى الدرجات. فإذا ما ذكروا في مجلس كانت الأملاك فيه نازلاتي. وليمحى كل ذنب عندنا. وليمحى كل ذنب عندنا. ارفعوا أصواتكم بالصلوات. الله الله الله. صل على محمد وآل محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أتى فيك الأتى ذكر لذكرى. هي الزهراء رب العرش أسمى. الله
الله انت شاركك ما شاء الله يا حبيبي سيد علي سنت جميعا شيخ ابو سعد تفضل ما هي الايه التي كانت تؤنسك في محنتك نعم التي كنت تشعر فيها بالانس في محنتك ما هي الله عليك يا شيخ اقراها علينا اقراها علينا اقراها ان شاء الله تعالى ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الله 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 أحسنت يا كرار الله عليك يا كرار. الله عليك كرار احنا مسرورين صراحة بهذه الله المشاركة يبارك الله يبارك لكم فيكم جميعا جزاكم الله خير شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا جزاكم الله خير يا حبيبي الله يبارك فيك شكرا لكم أستاذ أنا مرحبا الله يبارك فتحت له الحياة أبوابها وخيرته بين طريقين نعيم الدنيا وبهارجها أو طريق القرآن لم يفكر كثيرا وحسم قراره لن أختار على القرآن ولذته وحلاوته شيئا فوفق للأذان والتلاوة في مشهد الإمام الرضا عليه السلام ومشاهد المعصومين لن يجد فوق هذا الشرف أي شرف المتسابق من إيران محمد حسين حاج حسيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا شاربين
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، المتسابق محمد حسين حاج حسيني من مدينة مشهد المقدسة من مدينة الإمام الرضا عليه السلام. شكراً جزيلاً لكم على هذه التلاوة الطيبة فضيلة الشيخ باسم العابدي. شكراً لك لكم الكلام أستاذ محمد. شكراً لك، شكراً لك، الله يبارك فيك. السلام على شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى من أرض الرضا المرتضى، جئت إلى أرض الفضل والشهادة والكرم والعطاء. مرحبا بك، كانت تلاوتك جيدة من جهة النفس، نفسك طويل وتمكنت من تلاوة آيات طويلة وجئت بالمعاني الجيدة على ضوء هذه التلاوات وهذا النفس الطويل. أسأل الله لك التوفيق والإبداع أكثر وأكثر، جزاك الله خيرا، وفقك الله. أستاذ عماد تفضلوا لكم الحديث. حياكم الله أستاذ محمد. ما شاء الله، كما قال سيدنا النفس طويل ما شاء الله، والخامي لا بأس بها، جيد إن شاء الله. والانتقال بالمقام بين المقامات كان جيد ما شاء الله، أسأل لك التوفيق إن شاء الله. الشيخ محمد عصفور حياك الله حبيبي، تحية للأخ الكريم محمد حسين، حياك الله حبيبي، وحيا الله أهل مشهد جميعا وأهلنا في الجمهورية الإسلامية. ما شاء الله القراءة جميلة وأداء موفق، ونسأل الله المزيد والمزيد من التقدم والرفعة، ولكن لا يخلو الأمر من بعض الأمور البسيطة إن شاء الله تنتبهون عليها، خصوصا مخارج الحروف وصفاتها ومقادير الغنن والمدود إن شاء الله، لعلكم تنتبهون لهذه الأمور للمرحلة القادمة إن شاء الله، وإلى مزيد من التفوق. الله يبارك فيكم حبيب. السيد
موفق أسأل الله لكم العافية. نعم السيد حسنين الحلو. شكرا تفضل. عزيزي أستاذ محمد وشكرا لعزيزنا محمد حسين. طبعا لا شك الجمهور القرآني بالعالم القراء أقصد خصوصا يعرفون أن مدينة أو محافظة خراسان وتحديدا مشهد فيها خيرة قراء العالم الإسلامي كما وكيفا. درجة الأخ محمد حسين السابقة في التصفيات اللي قدم من خلالها لجائزة العميد كانت عالية جدا، فبالحقيقة كنت أتوقع أن يؤدي إما بحسب الدرجة اللي حصل عليها وأداها يعني بحسب الأداء اللي أداه أو على الأداء اللي نعرفه عن أهالي مشهد، يعني أمثال القارئ الكبير حامد شاكر نجاد وغيره الكثير والكثير يعني. فأتمنى له الموفقية لكن في القادم. نعم جواد فناهي وجواد فناهي. نعم جواد فناهي وسيد جواد حسيني وأمثالهم أغلب القراء الكبار في إيران من مشهد أغلبهم، وأيام الصغر بعد معروف جواد فروغي وأمثالهم يعني. فكنت أتمنى يؤدي يعني بما يمثل يعني أي والله، لكن أداءه لا يعني مو بالمستوى اللي عرفناه من خلال المقطع اللي أرسله إلى جائزة العميد، ولكن نأمل نأمل إن شاء الله إذا توفق إلى الانتقال للمرحلة القادمة أن يؤدي أداء أفضل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. الشيخ عمر لكم الكلام. محمد حسين ما شاء الله أحسنت، وإيران بلد القرآن وبلد الحفاظ وبلد المسابقات المتنوعة في القرآن الكريم، أتيت من مكان يقرأ فيه القرآن ومكان يشهد له الناس بحفظ القرآن الكريم وبإتقان تلاوته والتفنن في أدائه وفي الإتيان بدقائقه، فما شاء الله تلاوتك كانت رائعة في عمومها. والشيخ محمد الشيخ محمد عصفور قد أعطى لك أغلب الملاحظات التي ربما العجمة أثرت عليك في تفخيم كثير من الحروف، خاصة الواوات إذا جاورت حروفا مفخمة فننتبه إلى ذلك، وكذلك أزمنة الغنن، وكذلك تمطيط بعض المدود الطبيعية، خاصة إذا نويت أن تقف فلكي تتم النغمة والجملة الموسيقية فتمطط في المد فوق المقدار الطبيعي، وإن شاء الله إذا تأهلت إلى الدور القادم إن شاء الله تتجنب هذه الملاحظات بإذن الله تعالى. إلى مسك الختام السيد كريم موسوي تفضل. حبيبي صوت جميل، نفس طويل، انتقالات صحيحة، ولكن ما أعرف هاي الرخاوة يعني بصوتك منين تجيك أنت من مشهد، وهاي الرخاوة ما هي موجودة بالتلاوات مشهد، وسرعة تلاوتك كانت بطيئة جدا. الحمد لله على نعمة أفاض الله بها علينا، على نعمة القرآن الكريم. المتسابق محمد حسين حاج حسيني من إيران، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. أحسنتم. تفضلوا. أحسنتم. أحسنتم حبيبي. طيب الله أنفاسك. معيد في جامعة الأحقاف في اختصاص العلوم الإسلامية، ختم القرآن بالقراءات العشر في شهرين ونصف بالرغم من انشغاله بالدراسة والتدريس. من اليمن السعيد المتسابق عبد الرحمن علي قائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا فعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الذي لم يتخذ ولدا
يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. حياكم الله مرة أخرى مشاهدين الكرام، كنا مع المتسابق عبد الرحمن علي قائد من اليمن. طابت أنفاسكم على هذه التلاوة، ونذهب عند التقييم ولجنة التحكيم السيد حسنياً الحلو، تفضل. شكراً جزيلاً لك وشكراً لعزيزنا وضيفنا عبد الرحمن على هذه المشاركة الطيبة، محاولة طيبة من قبل الأخ عبد الرحمن. معروف عن اليمن اهتمامهم بالحفظ، وخصوصاً هو حضرته يعني مهتم بالحفظ والقراءات والإجازة بالقراءات وبمدة زمنية قصيرة جدا، وهذه خصوصية للأخ عبد الرحمن، ولكن بما يخص التلاوة لا أكيد يحتاج إلى تمرين أكثر، ولكن هي مجرد مشاركته ممثلا عن اليمن البطلة فهذا يكفي. الشيخ باسم العابدي تفضل. بارك الله بك يا عبد الرحمن، وفقت وبوركت، تلاوتك جيدة، لا نحاسبك من جهة الوقف والابتداء، فقد جئت متأخرا، وهناك قاعدة عامة لا بد أن تنتبه إليها، وهي أن المسابقات القرآنية تختلف عن المحافل القرآنية، فحينما يجوز لك أن تكرر في المحافل لا يجوز لك أن تكرر في المسابقات القرآنية، أنت كررت كثيرا من الآيات وهذا غير جائز. هذا من جهة التلاوة، عندك يعني بعض الهنات في بعض المواضع في الوقوف، ولكن أقول لك أنتم أهل اليمن، أنتم أهل الحكمة وأهل المعرفة والعلم والشجاعة والبطولة، وهناك بيت لأمير المؤمنين سلام الله عليه قال عنكم: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. أنتم همدان وأنتم أهل اليمن أهل حكمة، وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله نراك في المسابقات المقبلة بشكل أفضل وأجمل، الله يبارك فيك. الأستاذ عماد رامي تقييمكم. حياكم الله أخي، ما شاء الله، يعني بيشفع لك أنك ما شاء الله قريت خاتم القرآن وقراءات العشر بشهرين ونص، يعني شيء أكثر من رائع. بس أنا مو اختصاصي هون، اختصاصي الانتقال بين المقامات الأنغام، يعني كان لا بأس، في أخطاء بس كان لا بأس. الأفلات عندك ليست كما يجب، أفلات الجمل يعني بآخر الآية قفلة ليست كما يجب، بدها تدريب، يعني ممكن صوتك جميل إن شاء الله ربي بيوفقك. أستاذ عماد. نعم سيدي. يعني الأقصى ومن يدافع عن الأقصى شو تقول لهم؟ صوت هز وجداني وأطلق نار أحزاني، صوت هز وجداني وأطلق نار أحزاني، متى سنعود للأقصى ونشهد فجرنا الثاني، متى سنعود للأقصى ونشهد فجرنا الثاني، متى ستعود يا أقصى ويعود إليك إخواني. الله 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 الله. يا قبلتنا الأولى ويا نبض السنين، يا معراج الرسول
ويا نبض الحنين أقسمنا بالله رب العالمين لن نستكين لا لا لن نستكين حتى تعود يا قصى ويعود إليك خلاني. طابت هذه الحنجرة. الله أحسنت. شكرا. نرجع بإذن الله معيت كل المسلمين إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. فضيلة الشيخ عمر رأيكم. عبد الرحمن ما شاء الله يمن المقاومة يمن الحضارات القديمة ويمن كذلك القرآن ويمن العلماء، إذن فأتيتنا من اليمن وقرأت علينا أفضل كلام يتلى ولم تختلط عجمة اليمن بتلاوتك، هذا الذي بدا في إتقانك. فروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث له أنه جاءته جماعة من اليمن فأريد أن أسألك هل هذه الظاهرة موجودة إلى يومنا هذا؟ فقالوا له هل من البر صيام في مصفر؟ فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر صيام في مصفر. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ماذا قالوا لك وماذا قلت لهم؟ ففسر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه زار اليمن وعلم لهجات اليمن، فقال لهم قالوا لي هل من البر الصيام في الصفر؟ فأجبتهم ليس من البر الصيام في الصفر ونحن في شهر رمضان. إذن فهل هذه اللهجة موجودة إلى يومنا هذا في اليمن؟ نعم موجودة في محافظة الحديدة، هم يبدلون آلة التعريف بميم بأم. أيوة أم. إيه ما شاء ونحن الله. نستعملها في كلامنا اليومي، يعني احنا العراق ومصر تقول البارحة بنقول امبارح امبارح يعني ما شاء الله ما شاء الله تقلب الألف واللام لميم ألف. فقط شيخي بالنسبة لبعض الملاحظات بما أنك مجاز في القراءات العشر نريد أن نسديها لك إن شاء الله حتى شاء الله. لا تتكرر في قادمي ما ستقرأه. لديك ضعف في حرف الهاء خاصة حال الوصل تظهر كأنها همزة مسهلة لتقرأه أنزلناه، وكذلك تفخيم الغنن، فالغنة إذا جاورت حرفا مستعليا في الإخفاء فإن الغنة تفخم، وكذلك لديك نظر ربما لقلة النفس أحيانا تختلس الحركات مبشرا ونذيرا سجادة فتحة هنا مختلسة، وكذلك انتبه إلى الذال فيها شائبة همس، وكذلك الكاف إن وقفت عليها فإذا لم تقم بهمسها ستكون صماء. الملك لا نقول المل ونسكتين هي الكاف. زادك الله إتقانا وحسنا وثباتا وثبت الله يمننا على ما هي عليه وبارك الله فيك. عليك بالاستماع إلى مدارس التلاوة المصرية إن شاء الله، يعني استمع كثير، وعليك المشاركة بالدورات التعليمية التنغيمية تفيدك هاي حبيبي إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله. آمين وإياكم. ختاما مع الشيخ محمد عصفور تفضل. الله حبيبي الله يحييكم. عبد الرحمن القائد دعك من التلاوة، أنا صراحة معجب بالكاريزما اللي أنت فيها وقوة شخصيتك صراحة من أول ما جلست يعني، والقصف جبهات اللي أنت قصفته من شوية تقول لهم إن إبراهيم كان أمة، متعودين عليك وقصف جبهات يعني، فما شاء الله كاريزما رائعة حياك. فهاي الوحدة ولبسك ووقفتك وثقتك في الله الأول ثم في نفسك هذا الواحد كافي. واسمع على مسمى عبد الرحمن القائد، طبعا لا أزيد على ما تفضل به الدكتور عبد الرحمن قائد. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. موفق عبد الرحمن. الله يبارك فيك إن شاء الله وسلم. حياكم الله مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، ولكن قبل ذلك لابد لنا من إعلان النتائج، حيث استطاع باقتدار أن يحصل على أعلى معدل من الدرجات والمتأهل إلى المرحلة النصف النهائية من سوريا المتسابق إياد مهرة. مبارك عليكم يا إياد. مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه المرحلة، على أمل الملتقى بكم في مرحلة النصف نهائية مع 10 متسابقين. سقف المنافسة ارتفع. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.